ناحيه الكيفيه يمكن لها تشتغل لي دو بوست يعني القانون تيخوي لهادشي، ولكن من ناحيه نقولوا الديمقراطيه وباش توفق بين المنصبين، انا من ناحيتي عند كيكون كونفلي دانتيغي ما يمكن ولا بدا يكون واحد التشابك ديال الاختصاصات وداكشي. دونك انا بالنسبه ليا ما خصك تكتفي بمنصب واحد وتخلي منصب ثاني لواحد الشخص اخر اللي يمكن له يساهم اكثر ويخصص وقت اكثر ويعطي اكثر. فيما يخص الدكتورة رميلي فهي أساسا طبيبة ومختصة فيما يخص القطاع الصحي، في حين أن جيغي تسيير قطاعين كبريين كعمدة الدار البيضاء التي تشمل 12 مليون من السكان، 8 مليون منهم لا شغل لهم، لا مدخول لهم، لا تغطية صحية لهم، ثم تضيف إليها وزارة الصحة. أنا أعتقد أن من يتحمل مسؤوليتين من هذا الحجم هو إنسان لا يدرك عمق المهام الموكولة إليه، يستحيل. في الحقيقة إذا قدرت تجمع بينهم ثم كاين حتى مشكل. المهم حيت المهام ديال لعمدة المدينة فيها مشاكل بزاف، لأن باش توفق بين الصحة وعمدة المدينة بصراحة كيبان لي أنا هذاك الشيء صعيب بزاف. فهمتيني؟ فيما يخص بالنسبه للوزراء، انا من الاحسن يكون وزير يتكلف بمنصب، لان جمع بين المناصب فكيخلق مشكل بزاف. تنظن اول سؤال كيتطرح في هذا الموضوع فيما يخص هذه الانتخابات اللي جرات مؤخرا، بالنسبه للحاله والوضعيه ديال نبيله رميلي، واش هذه المساله كطرح مساله ديال التنافي؟ لان لاحظنا انها كتجمع ما بين واحد منصبين حساسين اللي عندهم واحد الاهميه كبيره، خاصه منصب العمده، وفي نفس الوقت انها كتعتبر وزيره الصحه. اذا خدينا من واحد الجانب انها ممكن تعمل وتعطي اكثر في الجانب ديال ميدان الصحه، باعتبارها انها مندوبه سابقه ديال وزاره الصحه في مدينه الدار البيضاء، وخدات التجربه وخدات الخبره في هذا الميدان بما فيه الكفايه، ولكن تنظن على مستوى تسير ديال مدينة الدار البيضاء على مستوى العمودية ديالها، فتنظن غادي تواجه مجموعة من المشاكل، لأن الدار البيضاء أصبحت اليوم تلقب بمدينة الشبح اللي كطرح واحد المجموعة ديال المشاكل، خاصة على مستوى النقل الحضاري، على مستوى البنية التحتية، خاصة على مستوى الطرق والتنقلات في مدينة الدار البيضاء اللي هي كما كيسموها مدينة الغول. كنظن ولكن إذا كان هناك مجلس جماعي يعني في كفاءات كبيره، تنظن الى اجتمعت وتضافرت الجهود ما بين هذه الاطراف كامله، ممكن ان شاء الله يخرجوا الدار البيضاء، او على الاقل يخفوا من بعض المشاكل المطروحه في مدينه الدار البيضاء. وفي نفس الوقت خصنا نكونوا متفائلين. نبيله رميلي تنظن طبيعه الحال كاول امراه غادي تسير مدينه الدار البيضاء على مستوى المنصب العموديه، تنظن نتمنوا لها التوفيق وتاخذ هذه التجربه، وتنظن الى الكفاءات ديال الدار البيضاء والمنتخبين قدموا لها يد المساعده، ممكن على الاقل تخفيف من هذه المشاكل. وتنظن مادام تم التصويت عليها في هذا المنصب، تنظن انا غادي تكون قد مسؤوليه، ونتمنوا لها التوفيق في هذا المنصب، وشكرا.